والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. أجمل ما في المرأة حياؤها. The most beautiful thing with regards to the woman is her shyness. جاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت. One of them came walking with her shyness and said. إحنا أخذنا في بداية قلنا الحياء من الإيمان. The beginning we took and we said that حياء is from إيمان. الإيمان عند أهل السنة والجماعة ما هو تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة؟ إيمان when it comes to the عقيدة بأهل السنة والجماعة what is it? قول وعمل. قول القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. لو تتأمل هذه الآية فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت الحياء مذكور هذا من أعمال القلوب قالت من أعمال اللسان تمشي من أعمال الجوارح فالمشية فيها استحياء والكلام فيه حياء وهي حياء في حياء فينبغي هذا تأمل من عندي نسأل رب الكريم ذو العرش العظيم أن يكون صحيحا يعني. The Shaykh said that if we contemplate with regards to this verse that she came walking in a form of shyness that it has all forms of iman within it meaning with regards to the walking which is the actions of the limbs and it says قالت and is with regards to the actions of the statements or the statements on the tongue and it is حياء in and of itself and the Shaykh said that inshallah this is a something that I came up with on my own and we ask Allah that it is a correct أعداء الله علموا أن أكرم ما في المرأة حياؤها فوجهوا إلى هذا الحياء اتهامهم واستغلوها في الدعاية شوف تأملي أيتها الأخت قصة الفتاتين مع موسى عليه السلام ما الذي حدث لهن عندما تظهر من تلك المرأة الحياء رزقهما سبحانه وتعالى من يحمل عنهما العمل 10 سنوات ورزقت إحداهن زوجا قويا أمينا. Shaykh mentions speaking to the sisters of the woman. He said, contemplate the story of the two women who, due to their shyness, Allah granted them someone who removed the burden of the work from them for 10 years, and also one of them was blessed with a husband.